لي غاتو هذه هذا سي دي صاب دي الكراميل ان اوتر بو ميم لا فارس تاع المعجون ثاني ديرتها لو كي تاع الكراميل جو حاجه اللي نقدر نقول لك ما كليتهاش من قبل الموهبه فين انفونتي لي روسيت ما عنديش حاجه اللي يديروها في الفيلم نعاودها دائما عندي نفونتي في زانغريديون ولا ديكور انا منيت بوليده ونيو نحتفل ان شاء الله بربي بيناير خاص بالعرب وجبنا التقي تاع بلادنا كل النواحي الشرق الغرب عندنا الان اكثريه من بيوت القبائل خاصه بيوت القبائل هاي الكناديه ديال الشمع بالشمعة كاين هذا طاجين هذا طاجين خاص بحنة العروسة هذا طاجين كاين بزاف كبيرة وهذا طاجين تاع شباح هذه الرحاض تاع بكري كانوا جدودنا يحول بها القمح والشعير تحيدوه يدوه هنايا القمح والشعير يدور يخرج من هنايا الملح من هنايا علينا علينا بالاسم في الولايات المدية هذه مولاها من الولايات المدية سنة المدية احنا مهلك ما مهلك في الصباط باش لا Salam alaikum. On va se présenter ici. Nous sommes le bilan mihani, les tarbiyat al nabatat tarbiya wal atriya à la mustawa wilayat al bouleida. المبادرة باش نقوم بهذا تأسيس هذا المجلس على مستوى الولاية وهذا من أجل تطوير هذه الشعبة على المستوى المحلي ولما لا على مستوى الوطني فيما يخص أما فيما يخص تربية النباتات فهي محاولة الحصول على مشاركة واسعة من خلال الزراعة المكثفة للنباتات الطبية والعطرية ومحاولة القيام بالصناعة في هذا المجال. مرحبا بكم في المجلس الولائي المهني في فرع النباتات العطرية والطبية لولاية بوليدا اللي مشهورة بالتقطير واستخراج الزيوت العطرية والماء العطري كما كم تشوفوا هنا عندنا الماورد الماورد هذا ورد طبيعي معروف بالورد المسكي بمدينة بوليدا اللي هو الجرانفو فور نيتواج لابو يطيبوا به ناس زمان لي كاتو اكسيتيرا عندنا لا لافوند الخزامة خزامة اللي ما يتنفسش مليح كونتر لا سيزون فروا مليحة للكورو مليحة للعتبة مليحة للحمل سان انتيسيبتيك مطهر طبيعي من نبتة الخزامة ديدرولا دو رومارا اي دو لا لافوند مرحبا بكم